بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، واصل رحلتنا المباركة الكريمة مع تفسير الخازن، وهذا هو اللقاء 15 غرة لمادة الأولى 1040 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 7 يناير 2019. وما زلنا مع مسائل الاستعاذة، وفي المسألة الثانية منها اللي هي معاني الاستعاذة ومعنى الاستعاذة مفضتها، وقلنا تحتها تحت هذه المسألة هيبقى في عدة فروع ليها. أول فرع كان ذكرناه في اللقاء السابق اللي هو 14 اللي هو معنى أعوذ. تعالوا نتكلم في هذا اللقاء على الفرع الثاني به اللي هو الشيطان. يقول المفسر رحمه الله تعالى: والشيطان اسم لكل عارم عات من الجن والإنس. وشيطان الجن مخلوق من قوة النار، فلذلك فيه القوة الغضبية أشد. كالعادة المصنف رحمه الله هنا بيشير إلى الأصل اللغوي لاشتقاق الشيطان، أصله من شطنة إذا تباعد من الرحمة. هذا أول قول فيه أصل اشتقاقه، إنه من شطنة بمعنى تباعد، يبقى تباعد إيه؟ من رحمة ربنا. وقيل من شاطة، يبقى النون هنا مش أصلية فيه، يبقى شاطة يشيط، هذا قول تاني في اشتقاقه بمعنى هلك واحترق. ثم يذكر لنا تعريفا للشيطان أنه اسم لكل عارم عات من الجن والإنس. لكل عارم عات، هذه صفتين اهو، من الجن والإنس. وهنا بينبهنا في هذا التعريف على حاجة كتير مننا ما بينتبهش ليها، انه الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيبقى ذهنه مسلط على الشيطان على الإطلاق المعهود اللي هو إبليس لعنة الله تعالى عليه، وما ينتبهش إلى أنه الشياطين دول كثر، وأنه الشياطين مش من الجن بس ولا من سلالة إبليس فقط. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخوف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله. فعلينا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان على الإطلاق اللي هو المعهود الذهني بيننا هو إبليس، ومن كل من صار على نهجه وكان عارما عاتيا، سواء كان من الجن أو من الإنس، وعلينا أن نستعيذ منه. بميزان الشرع بقى اللي هيحكم عليهم هو ميزان الشرع، حتى لا نصير نسيء الظن بالخلق. تعالوا نرجع للأصل اللغوي. جميل ان احنا نفهم اللغة ونعرف أصل الاشتقاق. فتعالوا نقف مع مادة شطرة الأول.
الشطم الحبل الطويل الشديد الفتل. ناخد بالنا من المعاني الاشتقاقية دي اللي بيها نقدر نفهم الشيطان في اللغة معناه ايه. لانه ليه بقى بقول كده؟ لانه هيجي لنا في السنة استعمال لكلمة الشيطان كثيرا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى اللي هو إبليس. فلابد ان احنا نفهم الشيطان هنا معناه ايه لغة، علشان لما يجي يستعمل في الشرع نبقى عارفين انه قد يستعمل بمعناه اللغوي وقد يستعمل بالمعنى المعهود اللي هو إبليس لعنة الله عليه. فلما يجي يقول في بعض الأحاديث يصف المرأة شيطان أو الكلب الأسود شيطان أو كذا شيطان أو كده، فنبقى لازم نفهم طيب هي معناها هنا إيه، معناها اللغوي ولا معناها المعهود في الذهن اللي هو العارم العاتي من الجن والإنس. المدخل ده المدخل اللغوي ده هيساعدنا في فهم نصوص في السنة كثيرة بتفهم غلط ويتم التحامل عليها بسببها على بعض المخلوقات كالمرأة أو الكلاب أو نحو ذلك، يتم إيه فهمها فهما خاطئا ومغلوطا ناتج عدم الالتفات الى ان الشرع قد ياتي بالمعنى اللغوي وقد ياتي بالمعنى الشرعي وقد ياتي بالمعنى اللغوي يبقى في معنى مجازي. فلما نقول المرأة مثلا شيطان، او اذا مر بين يدك انسان في الصراف انما هو شيطان فقاتله، يعني هنا انما هو ايه مثلا يوسوس لك بوسوس الشيطان مثلا، تفتح لك باب الشيطان، يبقى فينا معنى مجازي او بمعنى الفتنه او بمعنى انها تفتح لك باب الفتنه والاشتغال بيها، او تفتح لك باب وسوسه الشيطان لك بالنظر اليها نظره فيها افتتان بمحاسنها ونحو ذلك، كما في حديث المرأة اللي هي التي وضعت العطور وخرجت انما هي شيطان يراد شياطين. فيبقى هنا هي المعنى هنا مش شيطان، يعني انها ابليس، او معنى ان احنا ننظر للمرأة نظرة انها بقى شيطان، لا، المعنى هنا انها مصار للفتنه وانها قد وقعت بمخالفه الشرع بوضع العطر في غير المواضع التي ابيح لها فيها، انها هنا خرجت عن حكم الشرع واستجابت لروايه الشيطان وصارت محلا لروايه الاخرين واستجابتهم لروايه الشيطان في حقها ونحو ذلك. وهيبقى المعنى هنا مش المعنى الظاهري انها بقت ابليس او ان ابليس تلبسها. المهم تعالوا بقى نفهم نقف مع المعنى اللغوي لمادة شطم. فشوف اهو الشطم على القول الاول بقى انه مشتق من مادة شين طاء نون. تعالوا نفهم معنى الشطم. الشطم الحبل الطويل الشديد الفتل، يستقى به عشان يقدر يسحب دلو الماء من عمق البئر لغاية فوق، فلازم يبقى شديد الفتل. ويقال للفرس العزيز النفس إنه لا ينزو بين شطمين. ويضرب هذه العبارة أيضا مثلا للإنسان الأشر القوي. وذلك لأنه الفرس العزيز النفس إذا استعصى على صاحبه شده بحبلين من جانبين، فهو إيه؟ فرس مشطوم، مشدود بحبلين مش بحبل واحد، يضطر يشده بحبلين حتى يستطيع إنه إيه؟ يحكم السيطرة عليه.
وغزوة شطوم أي بعيدة، وشطنت الدار شطوما إذا بعدت، وأكثر ما يقال نوى شطوم ونية شطوم. كل ده كلام معجم العين. والشيطان فيعال من شطنة إذا بعد، ويقال شيطن الرجل وتشيطن إذا صار كالشيطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي الجمهرة لابن دريد بيقول الشطن الحبل، ورجل شاطن إذا كان خبيثا. وزعموا أن منه اشتقاق الشيطان. فأما قولهم شطن عنا في معنى بعد فصحيح، وشطنت الدار شطونا إذا بعدت. واختلفوا في اشتقاق الشيطان، فقال قوم من أهل اللغة اشتقاقه من شاط يشيط وتشيط، اللي هو القول الثاني اللي ذكره الإمام الخازن. إذا لفحته النار فأثرت فيه، والنون فيه زائدة. يبقى على وزن إيه؟ فعلان. شاط يشيط شيطانا، ماشي، وهو ايه؟ شيطان. ومن قال ان النون فيه اصليه فهو من شطن، فهو شاطن اي بعد عن الخير. وفي قراءة من قراءات الشاذة بيذكرها ابن دريد هنا، وقرأ الحسن وما تنزلت به الشياطون، شو تنزلت به الشياطين، إلى ما تنزلت به الشياطون. فهي هنا بيشير إلى أن اشتقاقها من إيه؟ من شاطة، ويبقى واو هنا واو جمع المذكر السالم، بينما الشياطين هيبقى جمع إيه؟ جمع تكسير. وقال أبو بكر هذا خلاف الخط، يعني إيه هذه القراءة شاذة؟ لأنها مخالفة لخط المصاحف العثمانية. الله. لو احنا ليه الصحاح للجوهري، فبيقول الشطن والحبل، قال الخليل هو الحبل الطويل والجمع أشطان. وصف عربي فرسا فقال كأنه شيطان في أشطاني، وشطنته أشطنه إذا شددته بالشطن، وشطن عنه بعده وأشطنه أبعده. وقال ابن السكيت شطنه يشطنه شطنا إذا خالفه عن نية وجهه. شطن عظيم، ده ماشي في سكة والتاني ماشي في سكة تانية، ويسير على غير الوجه الذي يسير عليه صاحبه. تباعد، يعني ايه؟ تباعد كل واحد منهم من التاني، ده مشي مشرقا فهذا مشي صار مغربا. وبئر شطوم بعيدة القعر،
والشيطان معروف هو إبليس لعنة الله عليه، وكل عات من الإنس والجن والدواب شيطان. شوف هنا النقطة بقى دي اللي ممكن نحتاجها في غريب الحديث، وكل عات من الإنس والجن والدواب شيطان. ففي لغة العرب لما يجي دب يعني تخرج عن السيطرة وتجري يمين وشمال ونعرفش إن إحنا نسيطر عليها أو نحكم قيادها، فدي كده بتبقى عاتية، وهنا دي ممكن نوصفها بإنها إيه، شيطان. والعرب تسمي الحية شيطانا. وليس كونها إبليس، ولكن لأنها على شكل الحبل ممكن، لأنها بعيدة، لأنها عاتية وتفسد وتسم ونحو ذلك وتؤذي، فتسميها إيه، شيطانا. يبقى هنا تسمية إيه، لغوية وليست تسمية شرعية. فناخد بالنا من المعاني دي وإحنا بنقرأ في النصوص المختلفة. وقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال الفراء رحمه الله: فيه من العربية ثلاثة أوجه. أحدها أن يشبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح، والثاني أن العرب تسمي بعض الحيات شيطانا وهو ذو العرف قبيح الوجه، وهو في العرف قبيح الوجه، والثالث أنه نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين، والشيطان نونه أصلية. ده هيبقى كده إيه، اختيار إيه الجهري صاحب الصحاح، إن الشيطان نونه أصلية يبقى من إيه، من شطن. لو احنا للمجمل لابن فارس، لقينا بيقول نفس المعاني: شطنت الدار وبعدت، وغربة شطون أي شطون أي بعيدة، نأت بسعاد عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين، وبئر شطون بعيدة القعر، والشيطان الحبل. ووصف أعرابي فرسا فقال: كأنه شيطان في أشطان. وفي الشيطان قولان: أحدهما أن النون أصلية فيكون سمي بذلك لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وبرضك نأكد على هذا المعنى، خد بالك إن المعاجم بيبقى فيها تكرار ناتج لأنها بتحكي لغة واحدة، وممكن بين البعض عن بعض تبقى مصادره مترتبة. أنا بقرأ لكم تقريبا على ترتيب وفيات المصنفين لهذه المعاجم من أئمة اللغة رضوان الله تعالى عليهم. فدي نقطة مهمة ناخد بالنا، كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان، وده هيبقى غير المعنى المعروف في الذهن اللي إن هو إيه، إبليس لعنة الله عليه. الله، إلى أن يقول: والقول الآخر إن النون زائدة على وزن فعلان ويكون من شاطة إذا بطل، وقد ذكرناه في موضعه يعني في مادة إيه، في مادة شاطة. أدي كده إيه كلامه في مجمل اللغة، وهنرجع نقرأ إن شاء الله مادة شاطة من المعاجم أيضا. في المقاييس اللغة للإمام ابن فارس أيضا معلومة كده سريعة: الإمام ابن فارس توفي 395 من الهجرة، احنا قلنا دلوقتي الصحاح توفي 393 من الهجرة، هي قرينا من العين، على ما أذكر كده احنا قرينا من العين، والعين منسوبة للخليل
الأحد الفقير المتوفى 170، وبين أظن كلام من الجمهرة ابن داود، وده متوفى 321 من الهجرة. تعالوا نروح لمقاييس اللغة. مقاييس اللغة من المعاجم الجميلة والمختصرة، وأحلى حاجة فيه إنه بيحاول يضع ضابط للمعنى الأساسي اللي بتدور حواليه المادة في أول كل مقدمة، في مقدمة كل مادة، ولهذا نسميه مقاييس اللغة. فبيقول شطنة الشين والطاء والنون أصل مضطرد، يعني كل معانيه اللي تحتيه مضطردة أو تجتمع على معنى واحد، أصل مضطرد صحيح يدل على البعد. يبقى كل معاني شطنة هتلاقي فيها معنى البعد، سواء كان البعد الحسي أو البعد المعنوي. يقال شطنت الضاو تشطن شطونا إذا غربت، بعدت يعني، ونوى شطون أي بعيدة. وبيقول بيذكر قول النابغة أيضا لأرناه من شوية، نأت بسعاد بسعادة عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. ويقال بيقول شطون أي بعيدة القعر، والشطم والحبل وهو القياس لأنه بعيد ما بين الطرفين، فقياسه كده اللي هنسمي الحبل شطن، لأنه الحبل الطويل هيبقى ما بين طرفين وفي بعد. وبيشير أيضا إلى أصل القياس، وأما الشيطان فقال قوما هو من هذا الباب، والنون فيه أصلية، سمي بذلك لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وعلى ذلك فسر قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقيل إنه أراد الحيات، وذلك أن الحية تسمى شيطانا. إلى أن يقول ويقال إن النون فيه زائدة على فعلان، وأنه من شاط وقد ذكر فيه دابه. كلام ابن سيدة في المحكم. ابن سيدة رحمة الله تعالى عليه توفى 458 من الهجرة، يعني لا يخرج عن هذه المعاني، وبيؤكد على معنى أنه الشيطان محية لها عرف، يبقى ليها عرف كده، يبقى زي عوف الديك يعني أو كده، يبقى نوع معين من الحيات مش مطلق الحيات، ده من المعاني اللي بيضيفها هنا في المادة. وبيؤكد على أن الشاطن بمعنى الخبيث. وتشطن الرجل فعل فعل الشياطين. وبيذكر قوله تعالى طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، وبينقل عن الإمام الزجاج أن وجه هذا الاستعمال أن الشيء إذا استقبح شبه بالشياطين، فيقال كأنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان، مع كون الشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء، ولو رؤية لرؤية في أقبح صورة. شفت الكلام هنا، الكلام جميل قوي للإمام الزجاج من نفائسه اللي بتنقل عنه في توجيه هذه الآية. طب احنا ما شفناش رؤوس الشياطين فكيف يقع التشبيه بيها؟ فقال انه يعني هو في الصورة الذهنية انه اقبح ما يكون وافظع ما يكون واسوأ ما يكون في المنظر والعياذ بالله. فيقال كأنه وجه شيطان، ده موجود في اللغة في تعبيرات اللغة، وجهه كأنه وجه شيطان للتقبيح، للبلوغ الغاية في التقبيح، وكأنه رأس شيطان وكأنه وجه شيطان، رغم أن الشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء، ولو رؤية لرؤية في أقبح صورة والعياذ بالله.
وده جاري في كلام العرب كقول القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فهو هنا كأنياب أغوالي، ولم يرى الغول قط ولا رأى نابها، ولكنهم بالغوا في تمثيل ما يستقبح من المذكر بالتشبيه بالشيطان، ومن المؤنث بالتشبيه بالغول. فلما نيجي حاجة مؤنثة عاوزين نبالغ في تقبيحها وفي قبح شكلها نقول عامل زي الغول، ولما يجي حاجة مذكرة عاوزين نبالغ في تقبيحها نقول ايه عامل زي الشيطان. ده كده كلام ايه الفوائد، يعني بلتقط لكم الفوائد اللي موجودة في بقية المعاجم سريعا كده حتى تتضح لنا معاني المد. تعالوا بقى نروح لأساس البلاغة لجار الله الزمخشري المتوفى سنة 538 من الهجرة. الزمخشري في أساس البلاغة بعد ما بيذكر بعض المعاني التي سبق ذكرها في أصل وضع اللغة في مادة شطنة، بيبتدي يذكر المعاني المجازية في المادة، فبيذكر منها إنه بئر شطون أو شطون هتبقى بعيدة القعر، ده معنى مجازي للبعد، وتعبيرهم بقولهم وركبه شيطانه، يعبرون بهذا التعبير عن إذا كان الإنسان إيه قد غضب فيبقى ركبه شيطانه. عن أبي الوجيه العوكلي بيقول عبارة نقلت عنه: كان ذلك حين ركبني شيطاني، قيل وأي الشياطين تعني؟ قال الغضب. وبينقل بيت شعر عن منظور بن رواحة: ولما أتاني ما يقول ترقصت شياطين رأسي وانتشينا من الخمر. كل دي معاني مجازية، ومن قول ابن ميادة: فلما أتاني ما تقول محارب بعثت شيطاني وجن جنونها، بعثت شياطيني وجن جنونها. وفي من المجازات المعاني المجازية أيضا استعانة المجازية في هذه المادة من قلنا نزع شيطانه، يعني تولى إيه كبره وأظهر كبره. إذا انتقلنا إلى القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي رحمة الله تعالى عليه ملف 817، فيها تبقى يقول إيه: الشطن محركة بحركة الطاء، الحبل الطويل أو عام، يبقى كل حبل، يعني إما الحبل الطويل أو عام هيبقى كل حبل. جمع أشطان: وشطنه شده به، وشطن صاحبه خالفه عن نيته ووجهه، وشطن في الأرض دخل إما راسخا وإما واغلا متوغلا فيها. وبئر شطون بعيدة القعر أو التي تنزع بحبلين من جانبيها وهي متسعة الأعلى ضيقة الأسفل. وغزوة شطون يعني بعيدة، ونية شطون بعيدة أيضا، والشاطن الخبيث، والشيطان موضع، وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دبة. وشيطن وتشيطن فعل فعله، يعني فعل فعل الشياطين، والشيطان فعل الشيطان، والشيطان الحية، وسمة للإبل في أعلى الورك منتصبا على الفخذ إلى العقب، علامة بيعلم بها الإبل، كانوا يسموها الشيطان كالمشيطنة. ورؤوس الشياطين نبت، وشيطان الطاقي هيجي في القاف أحال على مادة الطاق يعني،
وشيطان الفلا العطش، الفلا اللي هي الفلا الصحراء يعني، فشيطان الفلا العطش. شوف استعمال اللغة عمل ازاي. إلى غير ذلك من الإيه من المعاني. تعالوا ننتقل بقى إلى لسان العرب للإمام اللغوي الشهير ابن منصور، توفي سنة 711، كان توفي قبل صاحب القاموس. هي يعني طبعا أغلب المصادر اللي احنا قرينا منها السابقة دي داخلة في مصادر لسان العرب لابن منظور، فخلينا ننتقي الزوايد اللي زاد عليها فيما سبق حتى يعني نتخفف من التكرار. فمن ضمن زي ما بيقولوا في حديث سيدنا الإمام علي عليه السلام وذكر الحياة، فقال إن الله جعل الموت خالجا لأشطانها، يعني قاطعا ومسرعا في القطع لامتدادها وطولها. هنا أشطنة، هنا جمع شطن اللي هو معنى الحبل الطويل منها، والخالج خالجا يعني المسرع في الأخذ، اللي بياخد الحاجة أخذ الإيه سريعا. فاستعار الأشطان للحياة لامتدادها وطولها، وأن الموت يأتي فيختلج يبادر في سرعة بأخذ الحياة من حبالها الممتدة التي امتدت بها وأوثقتها. يا سلام، شوف جمال بلاغة سيدنا الإمام علي، إن الله جعل الموت خالجا لأشطانها. المذاق في اللسان أيضا، وبئر شطون ملتوية عوجاء، يعني يصعب بقى استخراج الماء منها، وحوض شطون عسرة شديدة. شوف بقى هنا بقى بيبتدي يربط بقى بالأحاديث، ودي ميزة موجودة في معجم لسان العرب، إنه بيضم معاه في مصادره اللغوية كتب غريب الحديث كالنهاية و كتاب الزمخشري أيضا في الفائق في غريب الحديث وغيره من كتب غريب الحديث. فبيقول لك إيه هنا، شطن عنه بعد وأشطنه أبعده، وفي الحديث كل هوى شاطن في النار. أخد بالك، شوف كل هوى شاطن في النار، يعني مبعد أو يبعد صاحبه في النار والعياذ بالله. والشاطن البعيد عن الحق، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذي هوى فهو بعيد عن الحق ويدخله هواه في النار والعياذ بالله. شطنت الدار تشطن شطونا بعدت، والشطين البعيد والشيطان حية لها عوف، والشاطن الخبيث. ثم تعرض بعد ذلك لاشتقاق سواء من شطن الشيطان من شطن فعلان ولا من شاطه.
وفي الحديث إن الشمس تطلع بين قرن الشيطان، هذا مثل مش حقيقة. قال الحربي والإمام الحربي العظيم في غريب الحديث هذا مثل، يقول يعني يريد هنا إنه حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط على الخلق ويبتدي بقى إيه يشتغل في وسوسته، فيكون يعني في صورة المعيد لها على الخروج. بعض الناس للأسف اللي هي بتلغي المعاني المجازية من اللغة، ما بتفهمش الأحاديث دي صح، وتفتكر إن الشيطان فعلا جاي بأرضين وطالع كده قاعد والشمس طالعة بين إيه بين قرنيه. الإمام الحربي هنا العظيم، الإمام إبراهيم الحربي كما ينقل له كتاب في غريب الحديث، في الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث، بيقول هذا مثل، يقول حينئذ يتحرك الشيطان في وقت الشروق أول اليوم، تبتدي الناس تصحى وتتحرك في معايشها، ويبتدي الشيطان يتحرك معاهم ويتسلط عليهم، فيكون ايه كالمعين، ايه كالمعين لها يعني، ابتدى بقى يتحرك ايه معاه. ارتباط هنا الايه الحركه مع بدايه الايه اليوم، ومش معناه الحس انه فعلا طالع من قلبي ايه شيطان. قال الحرب ايضا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، انما هو مثل مش حقيقه، أن يتسلط عليه فيوسوس له، لا أنه يدخل في جوفه. شفت هنا أو شوف هنا إمام العربية ومن كبار حفاظ الحديث رحمه الله تعالى، شوف هنا فاهم النص إزاي، فاهم هنا بمعناه مجازي مش بمعنى حقيقي حسي. للأسف يعني أنا شفت ناس بيفهم ده معنى حسي وجاي يقول لواحد من الناس اللي مشتغلين بالدجل والشعوذة، بيطلع له الدم ويقول له تعالى هحبس لك الشيطان هنا، وطلعه لك هنا من الدم من هنا، ويفتح له بتاعه يعني متعور كذا تعويرة، يفتح له وينزل منه قطرات من الدم ويقول له احنا كده ايه طلعناه من الدم وحبسناه. طبعا يعني تلاعب بعقول الناس واستخفاف بيها، والشرع لم يرد هذا. شوف كلام الإمام الحربي يقول لك هذا مثل، أن يتسلط عليه فيوسوس له، لا أنه يدخل في جوفه. أنا بوسع في المادة لأنه الناس مع احتكاكنا بيهم في الفتاوى في على أرض الواقع، الناس فهم قضية الشيطان ده فهمها غلط، ومتخيلة أنه مهيمن عليها ومسيطر عليها، ما ليس له إلا الوسوسة. وإنت إذا تحصنت بذكر الله وبالاستعاذة به وبالعمل على الشريعة في كل أفعالك خلاص نجوت منه. ويقول أيضا أن يقول في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رب. يعني هنا بقى كده لو حملناه على المعنى الحسي الظاهري، هيبقى اللي هيركب لوحده ويسير لوحده هيتحول إلى إبليس، والاثنين يركبوا هيبقوا يتحولوا إلى إبليس. لا، شوف أنا بقول إيه، يعني أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان، أو شيء يحمله عليه الشيطان، لأنه هيبقى على خطر عظيم، ففي مخاطرة وغرر إن الإنسان يسافر لوحده، فلعله أن يصيبه عارض أو يصيبه مرض فلا يستطيع أن ينجو. وكذلك الاثنين، لو واحد منهم مرض الثاني ينقطع، لا يسيبه فينقطع، لا يروح عشان ينقذه يطلب الغوث فيترك الذي أصيب بأفة منقطعا لا يجب من يخدمه، فيبقى برضك الاثنين. إنما لما يبقوا ثلاثة يبقى هنا في عون، إذا أصيب أحدهم بأفة أو مرض أقام أحد الثلاثة عليه، وذهب الآخر ليأتي بالغوث والنجدة ونحو ذلك. وهو حس على اجتماع الرفقة في السفر،
ولهذا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات من أسأل عنه؟ المعاني بعد كده في معاجم العربية. طيب كده أنا جبت المعاجم الأساسية والأكثر شهرة وتداولا بين أيدي الباحثين، وهتبقى ما زال لينا بقية مع مادة شطنة أو الأصل اللغوي لاشتقاق اللي هو الأصل الثاني، القول الثاني شاطة، هنحتاج إن احنا نقف معاه وقفة كمان، ونحتاج أيضا إن احنا نشاور معاجم غريب الحديث لنقف على طب هم قالوا إيه زيادة بقى على اللي ذكروا في لسان العرب، فممكن نعمل وقفة كمان لغوية مع شاطرة ومواضع في الحديث الشريف من استعمال كلمة الشيطان، نشاور كده ونشوف ونفهم علشان نبقى استوعبنا هذه القضية مع من الأول كده، خاصة مع شيوع الفكر اللي موجود الآن، نظام الأعمال واللبس وشغل الدجل والشعوذة الشائع والفهم الخاطئ لقضية الشيطان وإبليس وكيف نحذر منه، وإن القضية كلها قضية انتباه إلى الخواطر الرديئة ومواكبتها، ونشوف كما في الحديث الخاطر الجيد أو الخاطر الخير إعاد بالخير وحث على الطاعة، والخاطر الشيطاني بيبقى إعاد بالشر وحث على المعصية، ويبقى الإنسان إن هديناه النجدين، عليك إنك تتبع سبيل الهدى وسبيل الرشاد. إلى هنا يكون قد وصلنا بهذا اللقاء إلى منتهاه، وفي اللقاء القادم ستكون لنا وقفة أيضا مع غريب كتب غريب الحديث وكلامها، إضافة على ما ذكروا في لسان العرب وكلامها على استعمالات الشيطان وما ورد فيها تعليقا من أهل الغريب، وهذا فن صعب من أهم فنون علم الحديث وأصعبها، عن مادة شيطان أو شطنة ومعارضة فيها من أحاديث وقالوا إيه، وهنقف مع وقفة لغوية سريعة مع الأصل الثاني اللي قالوا إن هو اشتق منه لفظ الشيطان اللي هي مادة شاطة أو شين ألف طاء. وإلى هنا نكون قد أنهينا اللقاء 15، غرة الاثنين، غرة جمادة الأولى 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 7 يناير 2019 من ميلاد السيد المسيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.